جود مورنينج لكل المشاهدين. اليوم استثنائيا مش حيكون انا شادي عنا كارديو فاسكولار تريننج، رح يكون عنا تشست ورك اوت لروي طعمه يلي اكيد طلب منا انه نعمل له تشست ورك اوت. رح نكون عم نشتغل على عده حركات للتشست، رح نكون عم نشتغل حركات على الفتنس بول بالدمبلز او بالباربل او حتى على الستيب نحن وعاملين سوبر بوزيشن، ولكن كمان رح نأدي حركات للبوش ابس، عده فرايتيز اوف بوش ابس. انا رح اعمل بوش ابس مع شادي ورح كون عم بساعده، عم بعمل له اسيستنس بالحركات التانيين، بيكتوراليس او البيكتورلز او تشست ماسلز، هن عضلات كثير كبيره بالقسم الاعلى من الجسم، اكيد هن بارت من عضلات الكور. رح ادخل حركه او حركتين للمعده لنشوف كيف هدول التكامل تبعهم. اكثر عضله تدرب عند الشباب ستاتستيكلي هي التشست، لانه كثير الشباب بحبوا يكون عندهم تشست كثير كبير، هيدا بيعطيهم ثقه بالنفس كثير، هيدي سايكولوجيكلي عم بحكي انا، ولكن تعرفوا انتم وخاصه يا روي عم تحضرنا هلا لازم كل عضلات الجسم تكونوا عم تركزوا عليهم. البيكتوراليس هن ميجر وماينر متداخلين، عضلات كثير كبيره ولكن مثلهم باهميتهم كل العضلات، لازم نكون عم نشتغل على كل عضلات الجسم خلال اسبوعنا رياضي. شادي دائما مثل العاده دائما حاضر. رح نبلش باول حركه، رح خلينا نعمل 10 بوش ابس اول شيء. نحن عملنا ورم اب وعملنا ستريتشنج ريجولر بوش ابس 10 تايمز اند وي جو 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 بيرفكت. شادي سو بوينت بوزيشن على الستيب، بجيب لك انا دغري دمبلز، عم نشتغل على شيء يا روي اسمه فلات بنش. اكيد نحن هون ما عندنا انكلاين وما عندنا ديكلاين، اليوم الانكلينيشن والديكلينيشن تبع الجسم كثير مهم لاشتغل على العضله من محلات مختلفه. بتعرف عضله الصدر كثير كبيره، لازم اعمل ابر ميدل اوتسايد وكمان لور. هلا بكل الحالات التشست بكونوا عضلات التشست بكونوا عم بيشتغلوا، ولكن اكيد الانجلز بيختلفوا دائما. صرنا 5 عم نشتغل على اكثر حركه ممكن تكون كلاسيكال تشست دمبل بريس. من هلا 5 مور، المعده مشدوده، اركوت موشن، شادي عم بسكر ايدي يرجع 2 3 4 and 5 1 مور تو جو اند 5 ليتس جو فور 1 مور بوش اب سيت. نرجع نشتغل من هون، رح نعمل سبايدر مان بوش اب، منبلش باجر اليمين وهلا بتشوف كيف 4 3 2 1 ليتس جو. five six seven eight nine and ten perfect. نرجع كمان سوبر بوزيشن بس هالمره على الفتنس بول. انا شادي رح اعطيك دمبلز من هون دغري، دائما عندي انا مشاكل مزمنه مع الميكرو. رح نعمل دمبل فلايز من هون كمان. اهم شيء يا روي تعرف لازم يكونوا الكواع مش جالسين على الاخر ولا مطعوجين كثير، شوي متنيين. ليتس دو ات. واحد، المعده مشدوده دائما. اثنين، ثلاثه، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 5 more to go، 1، سرعة معتدلة ميلة للبطء، 4 and 5 and 5، perfect. بريح شوي. الشيء الحلو اللي عمله شادي هون انه اليوم لما نكون عم نشتغل على ستيب او على بنش هو اتس كومبليت ستدي سيرفيس، وقت نكون عم نشتغل على الفتنس بول هو العكس، باونس سيرف في يكون باونسينج لانه منه اذا بدكم منه ايفن سيرفيس، يعني ممكن في يكون عليه باونسينج. مشان هيك يا روي انت عم تشتغل بدك تكون كثير شادد المعده كرمال ما تعمل هيدي الباونسينج افكت، ما يروح الوزن تبع الدمبل اللي عم تشتغله بالباونسينج. خلينا نشتغل شولدر تاتش مستعرض بوش ابس اللي فينا نعملهم اكسلنت اكسرسايز للبكتورلز هن البوش ابس. ليتس جو 1 تاتش 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 10 بيرفكت. بنرجع على
البنش رح اشتغل على باربل هلا رح اعطي الباربل لشادي. اهم شيء كمان باونسينج تكنيك على الصدر لما اشيل اوزان ثقيله كرمال ارجع اطلع بالاكس خاطئ جدا 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 بودي لاصابات. يعني لازم كون عم بنزل بمحل كون كثير مرتاح. اذا الوزن كثير ثقيل ديفنتلي بدي حدا يعمل لي سبوت، بدي حدا يساعدني. قد ايه صرنا شادي؟ 10 5 مور عم نشتغلهم كلهم 15 ليكون عندي وقت اشرح شوي ولانه اوزاننا خفيفه. 2 مور اوكي ريلاكس. رح نشتغل على 1 arm up بوش بعض انا وشادي. ريدي شادي؟ من هون خمس مرات بخمس مرات. 4 3 2 1 ليتس جو. 3 4 اند 5 سويتش لتاني مان. ليتس جو. 3 4 اند 5 اكسلنت. نرجع على البنش كمان بسوبين بوزيشن دمبلز. دمبلز مع بعض رح رجع لتحت اوفر هيد رح خلي قد ما في جسمي تحت اكيد جالس معدتي مشدوده مش بس عضلات الصدر كمان عم يشتغلوا هون بمحل معين عضلات الظهر كمان عم يشتغلوا. فايف سكس جرب انا قد ما في اعمل سبورت لشادي اتاكد من انه الحركه دائما عم تؤدى بطريقه صحيحه. 5 مور 1 2 3 4 و5 بيرفكت. رح ننتقل هلا على الارض لانه رح نبلش كمان حركات للابس. بنكون عملنا 4 فاريشنز للبوش ابس على الارض. شادي كمان سوبين بوزيشن رح نبلش بريجولر كرانشز. معادله كثير بسيطه بما انه اليوم العضلات بيتكاملوا مع بعض. عندنا تشيست بارت من عضلات الكور كثير لازم مهم يكون قوي. عندنا عضلات المعده ما بنطلع كثير شادي كرانشز بس شوي صغير ذاتس ات. عندنا المعده كمان بارت من عضلات الكور مشان هيك هذا التكامل بالابر بادي لما نشتغل عليه رح يكون عندنا ابر بادي كثير سليم وكثير قوي. مشان هيك بدعيكم دائما انا مش بس لتركزوا على عضله وحده. ديفنتلي نحن كل حلقه بنشتغل سبيسيفيكلي على عضله معينه ولكن انا بطلب منكم يكون عندكم مبدا تكامل لانه بكل بساطه هيدا مبدا كمال الاجسام. كل عضله جسمنا قويه كل عضلات جسمنا بتأدي الوظائف الحركية اليومية تبعتنا بطريقة كتير منيحة. لا بل أكثر من هيك أكيد دايما عضلات جسمنا بتتفاعل مع كل الحركات الرياضية والبرفورمانس اللي ممكن نأديها. ستريتش لتحت بياخد نفس عميق بعد حركة. هلأ شادي أنا وتحت هاف واي رح أتلاقى مع ركبتي ذاتس إت تو. قبل ما أرجع أكمل بحركات لبل ما ارجع بلش بحركات الصدر eight nine ten we go for ten more. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. اوكي بيرفكت. شادي اليوم رح يكون بطل العالم بالتشيست. عدة حركات للتشيست ولكن بعرف دائما انتم بتشوفوا الاوزان. الاوزان يلي نحن بنفرجيها هون هي الاوزان يلي اكيد بنعمل فيها ديمونستريشن لانه نحن الفقره تبعيتنا تعليميه بامتياز ولكن نحن لما نكون عم نتمرن انا وشادي او كل واحد لحاله بتعرفوا بكون في اوزان اتقل من هيك وبكون في تشالنج اكثر من هيك. مشان هيك انا بدعيكم ما تخافوا ابدا من الاوزان طالما الوزن رح يتناسب مع
طريقتكم بتأدية الحركة اللي لازم تكون طريقة صحيحة 100%، وأكيد وضعية جسمكم أثناء تأدية الحركات. يعني لما يكون في أوزان ثقيلة عم تمنعكم تعملوا هذا الشيء، يعني هذه الأوزان منا مناسبة لكم. تختاروا الوزن وسقف الوزن العالي يلي بيساعدكم بالبوست تبعيتكم تكون صحيحة دائما، وتأدية الحركة تكون صحيحة. وتذكروا دائما شغلة كثير مهمة، أفضل 100 مرة إنه بلش بالتمرين لما الوزن يكون خفيف وارجع علي جرادجولي، على إنه بلش بوزن كثير ثقيل وعرض حالي لإصابة. برجع على سوبين بوزيشن من هون، رح أعطيك دمبلز شادية. رح نشتغل على دمبل بريس ولكن مع روتيشن، يعني بنزل بعمل إن الروتيشن بالآخر. Ready? Ready. Press and inner rotation. المعدة مشدودة. That's it. على الآخر. All the way down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then I go for 5 more. 1, 2, 3. دائما المعدة مشدودة، دائما عم تنفس بطريقة صحيحة. And 5. Perfect. بشيل الوزن. رح نرجع على الأرض بس هالمرة مش بالsupine position، هالمرة بprone position. شادي رح يكون عم بيعمل 3 modifications للبلانك. أول شيء على ركابه، بعدين على الإجرتين، بعدين على إجر وحدة. أوكي؟ روي أنت بتنقي. أكيد إذا منبلش هيك اللي هي الفيرست موديفيكيشن لازم نجرب بعد مدة نقدر نطلع. مش حيكون عندك أي أوجاع بالظهر طول ما إنه المعدة من هون مشدودة والذكرى عم بتجرب أنت مثل كأنك تشدها لفوق، هيك بتعرف أنت ذهنياً إنه معدتك مشدودة. بعد للخمسة، 1, 2, 3, 4, 5. بطلع الإجرتين هلا، نفس المبدأ، خط طبيعي. ما بدي اقول مستقيم 100% لانه سلسله الظهر تبعيتنا منا مستقيمه، من الكتف للكاحل. سيطر على الحركه، عم بتنفس دائما. بعد للخمسه، 1, 2, 3, 4, 5. بطلع على اجر وحده، 1, 2. رح يكون عندنا موديفيكيشن رابعه بعد 3, 4, 5. هلا بعلي اجر وبوطي اجر كل عد، 1 and I go down 2 and I go down 3. نعمل 10 مرات، 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ريلاكس، ننزل لتحت، نعمل بعد سري بوش اب. ليش لا؟ بكونوا صاروا 5 فاريشنز، والبوش اب بعدنا عم نشتغل بنفس الطريقة. ولكن ليش أنا اليوم يا روي زدت حركات للمعدة؟ لأنه أنت طلبت نعمل كتير بوش أبس. الأبز هن excellent stabilizers لغير عضلات لما يكونوا عم بيشتغلوا، وخاصة لعضلات الصدر لما يكونوا عم بيشتغلوا on a primary basis. لعضلات الصدر بيشتغلوا on a primary basis لما نكون عم نشتغل بوش أبس، يعني الأبز هن stabilizers بهالحالة. مش هيك أنا كمان زدت عضلات للمعدة كرمال نكمل تمريناتنا للمعدة، وهيك بيكون عملت أنت complete workout اشتغلت فيهم برايمري على عضلات الصدر، على عضلات المعدة، ولكن غير عضلات كمان كانوا عم يشتغلوا. بعطيك مثل، مثل ما نعمل بوش اب ترايسبس وفرونت شولدرز. اوكي، بنعمل بعد بوش اب مع سليوت شادي، مع سليوت. ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. slowly لهون على مهل كمان. اخر مره حركه للابس. شادي بيختار حركه من عنده وبيعملها. هيدي بتكون dedicated لروي، لك من شادي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more to go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. That's it. Stretch. Give yourself a big hug. خذ نفس عميق وفضي. Stand up slowly لنعمل حركة للستريتشينج.
في اعمل على الحيط، ولكن بختار هلا شادي لفرجيه. هلا شادي stretch your chest هون، go down على مهل روي. فيك تحط اجرك قدام شادي لتعمل support، الاجر الادمانية لتحت وتنزل. فيك تبوي وجهك لتاني ميل مع الكتف gently روي لبال ما تحس وصلت على عتبة الوجع. بالستريتشنج ما في شيء اسمه وجع، وحتى بالتمرين ما في شيء اسمه وجع. لما توصل على عتبة الوجع بالستريتشنج ريلاكس سويتش لتاني ميل. لما توصل لهون تحس حالك هيدا الرينج تبعك، بتثبت هون وبتعد 10 ثواني. بنكون هيك يا روي انا والشادي زين عملنا وجبنا معك بطريقه كثير منيحه. هلا صار دورك انت تعمل واجبك مع حالك وتتعلم انك دائما تتمرن، تتعلم انه مش بس تتمرن على عضلات الصدر. كيف قدمنا لك نحن اليوم عضلات الصدر، تكون انت عم بتقدم لحالك تمرينتك لكل عضلات جسمك. شادي ثانك يو سو ماتش، جيت فيت ستي فيت.